السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. لاحظنا اليوم ارتفاع في درجات الحرارة خاصة العظمى، وصلت 27 درجة مئوية، متوقع كذلك تستمر ويانا خلال الأيام القليلة القادمة. أجواء راح تكون ربيعية دافئة في النهار، باردة إلى باردة نسبيا في الليل، وذلك بسبب تغير الكتلة الهوائية وتحول الرياح لرياح جنوبية شرقية في معظم الأوقات إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. الأجواء راح تكون بشكل عام أجواء مستقرة وأجواء هادية، خاصة حق الأجواء البحرية كذلك راح تكون خلال اليومين القادمين أجواء مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية وكذلك الأنشطة الخارجية. أما بالنسبة للطقس الحالي في مدينة الكويت، السماء صافية بشكل عام، الرياح جنوبية شرقية سرعتها 9 كيلو متر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 19 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 37، الرؤية الأفقية 8 كيلو. تشير آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية لتكون بعض السحب على شمال مناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية وكذلك بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية من دولة الكويت. تكونات بعض السحب راح تستمر ويانا الليلة وكذلك اليومين القادمين. متوقع أن يكون الطقس بشكل عام في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة إلى باردة نسبيا، خاصة في المناطق الغربية راح تكون متوقع أن تصل 17 درجة مئوية. درجات الحرارة والأجواء راح تكون مرتفعة مقارنة مع اليومين الماضيين، وذلك بسبب تغير الكتلة الهوائية. الرياح راح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة. في بعض السحب راح تتكون ويانا في خاصة المناطق الجنوبية الشرقية من دولة الكويت وكذلك المناطق الشمالية، راح تستمر ويانا خلال اليومين القادمين. متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى في ساعات الصباح الأولى من يوم الغد 13 درجة مئوية في منطقتي الشقاية والسالمي، شمالا في العبدلي 13، كذلك في جنوبا في مزارع الوفرة 12 درجة مئوية، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية. الرياح راح تستمر ويانا رياح خفيفة متقلبة الاتجاه، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة. ابتداء من منتصف نهار يوم الغد متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى في منتصف العشرينات إلى 28 درجة مئوية، كذلك لاحظنا ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم أو باكر خلال هذا الأسبوع وعطلة نهاية هذا الأسبوع. تكونات بعض السحب مستمر ويانا في نهار يوم الغد. بشكل عام الأجواء راح تكون دافئة في نهار الغد، متوسط درجات الحرارة 25 درجة مئوية، استمرار في الرياح الخفيفة إلى جنوبية شرقية سرعتها ما بين 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية. التيارات المائية لا تزال في فترات انفساد، متوقع أن تتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 قدم. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:13، موعد شروق الشمس الساعة 6:34، موعد أذان المغرب الساعة 5:31. أما بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام المقبلة بمشيئة الله، أجواء دافية في النهار، باردة نسبيا في الليل. متوقع أن يكون في يوم الأربعاء والخميس راح تستمر ويانا الأكواس، سرعة الرياح متوقع أن تصل إلى 20 كيلو متر في الساعة. بشكل عام الأجواء راح تكون معتدلة في عطلة نهاية هذا الأسبوع. تكونات بعض السحب راح يكون متواجد ويانا، العظمى متوقع 28 والصغرى ما بين 9 إلى 10 درجات مئوية. ابتداء من يوم الجمعة إلى يوم الأحد راح تبدأ الكتلة الهوائية بالتغير مع تحول الرياح لرياح شمالية غربية. راح نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة، وذلك بسبب تقدم كتلة هوائية باردة نسبيا. متوقع أن تكون العظمى يوم الجمعة 26، السبت 25، يوم الأحد 24، والصغرى متفاوتة ما بين 8 إلى 9 درجات مئوية. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، وأن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.